في عام 2019 قبائل حجور خرجت في وجه الميليشيات الحوثية وتصدت لهم بكل حزم وقوة. ولا يمكن احنا ننسي البطل ابو مسلم الزعكري، هذا فعلا يستحق ان يكون اول واحد او اول اسم من الاسماء اللي اصلا يفاوضوا عليها ويطالبوا باخراجها، لانه ابو مسلم يعتبر بطل يخلده التاريخ. هو الثاني ثورة بعد الثاني من ديسمبر في وجه الميليشيات الحوثية. من داخل مناطق سيطرتها خرج ابو مسلم وتكلم وواجه الحوثيين، مش من الخارج بالفيديوهات. بلقيبوا لنا فيديو للتاريخ عشان يعني عشان نتذكر هذا البطل اللي وقف في وجه الميليشيات الحوثية في عقر دارها. نشوف الفيديو ونرجع. هو كان يقول هذا الله وهرب، لأنه رأى أن دخلت حجر ذلة، ولذلك يقول لسيده هيهات من الذلة ويهرب، يعني دخلت حجر ذلة. صدق صدق، هو هيهات من الذلة لأنه دخلها ذلة، لأنه هو ذليل. إن شاء الله ما يطع ثراها هذه البلاد الطيبة أي إنسان معتدي ولا باغي. سمعت، نحن له بالمرصاد، سيتصدى له الأبطال أمثال هؤلاء الرجال الذين قاموا باقتحام بيت شوس وإخراج الحواسة منه. شفتم الفيديو؟ شفتم على شجاعة؟ نتمنى ألف مثل أبو مسلم. فهنا رسالتنا إلى الوفد الحكومي في مسقط، قد خذلتم قبائل حجور في حربها، فلو سمحتم لا تخذلوهم مرة ثانية وهم في معتقلات الحوثي. عشرات الشباب تم اعتقالهم وتغييبهم تماماً، وما حدش يعرف عنهم أي حاجة وإيش أصلاً مصيرهم من ذاك الوقت إلى الآن. لكن الآن حان الوقت أن يقف الوفد المفاوض يضع شروطه بين قبائل حجور وعلى رأسهم أبو مسلم الزعكري من أولويات المفاوضات.